أهلا من جديد. برنامج في شنو هو أول برنامج سوداني يتم تنفيذه بقالب إعلامي جديد عن طريق طرح بعض العادات السلبية في المجتمع السوداني، محاولا بذلك إيجاد الحلول مراعيا الفهم العام للمجتمع السوداني. للتعرف على البرنامج نستضيف من الخرطوم منتج برنامج في شنو سامي عبد الرحمن. سامي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك في صباح العربية وتحية لكل السودان. بداية مظبوط لفظنا في شنو ولا ممكن اللفظ شوي يكون مش هيك بالضبط؟ يا أهلا ومرحبا فيكم. لا عندنا الزمن مظبوط خالص يعني. في شنو إذن؟ طيب سبب التسمية يعني هل هو لأنه يعالج واقع اجتماعي بحت بعيدا عن قضايا أخرى في السودان؟ أيوة، البرنامج هو بينتقد بعض العادات السالبة في المجتمع السوداني وبيحاول أنه يقدمها للشعب السوداني بوجهة نظره هو، بحيث أنه يكون بيتقبلها بصدر رحب وبسهولة. البرنامج هو برنامج شبابي منفذينه شباب اللي هم أنا سامي عبد الرحمن مصور ومنتج، وصديقي العزيز محمد الفاتح اللي هو مخرج البرنامج، وعبد الرحمن حامد اللي هو مقدم البرنامج. طبعا احنا اول شيء يعني احنا اصدقاء قبل ما نكون اصدقاء عمل في تنفيذ البرنامج يعني. ايوه يعني الفكره. ايوه لا تفضل احكي لنا كيف جاتكم الفكره. الفكره هي فكره عبد الرحمن حامد. كان جاني حبة قال دايرين نعمل برنامج جديد يكون مختلف عن باقي البرامج، يكون حاجة جديدة في الإعلام السوداني. أيوة. فوراني الفكرة وعجبتني شديد وقال بس محتاجين الشخص المناسب، وإحنا في بالنا عبد الرحمن. جاتنا عبد الرحمن حامد، قلنا عبد الرحمن حامد هو الشخص المناسب للبرنامج. أيوة. طيب سامي دخلنا عبد الرحمن حامد سامي خلينا نشوف مقطع من البرنامج عشان نتعرف على فكرته أكثر وأرجع وأسألك. ولو المزاج يتعدل وداير يطلع على حول الله ده جنس شنو وساكن وين ده جنس شنو. طيب سامي قد ايش يعني فكره برامج اليوتيوب بدات تنتشر في السودان؟ يعني المشاهدات عندكم على الصفحه يعني في مشاهدات طبعا، لكن مثلا مش بالارقام الملايين اللي بنسمعها مثلا في برامج في دول ثانيه، فقد ايش الموضوع انتشر عندكم؟ البرنامج هو صراحه اول ما نزلنا الحلقه كان في قبول كويس، يعني احنا عملنا له زي ما يقولوا إعلان كويس، روجنا البرنامج كويس في الأول. غير إنه هو أصلا فكرته هو يعني متقبلة يعني عموما، يعني في كذا برنامج في العالم العربي تمشي على نفس السياق. أيوة. طيب يعني اليوم مثلا سامي في العالم العربي في كثير قضايا مجتمعية بحاجة إلى نقد، ولكن هي لسان حال كل المجتمعات العربية، ولكن في قضايا أخرى يتخصص بها مجتمع عربي دون غيره. في السودان شو هي القضايا اللي أكثر بتسلطوا عليها مجتمعيا وتجدوا أنه لابد من تسليط الضوء عليها من أجل إيجاد حلها؟ يعني القضايا المجتمعية البسيطة يعني. أعطينا أمثلة. القضايا الكبيرة خالص يعني أمثلة يعني. طيب مثلا عندك زي المواقف اللي بتحصل مثلا في المواصلات، زي المشهد اللي قبل شويه اللي عرضته، زي مثلا المواقف البسيطه اللي بتحصل في الشارع اللي بتخلي المفروض انه صاحب الموقف
يقيف عندها ويعيد النظر ويقول في شنو. ايوه يعني طيب بس سامي يعني هل ما بتتطرقوا لاي من الاحداث السياسيه اللي بتمر فيها السودان؟ لا لا، البرنامج هو برنامج حر ما له اي علاقه بالسياسه. بيتطرق لاي موضوع اجتماعي مهما كان. ايوه طيب هل وجدتوا مثلا وان كان جديد الفكره تفاعل مثلا رد فعل من قبل المسؤولين من اجل انه بالفعل ممكن ما كانوش متنبهين لظاهره معينه، ولكن من خلال ما قدمتوا تنبهوا وربما اتصلوا فيكم او سعوا الى ايجاد حلول؟ لا لا لا، ما في اي رد فعل، ما في اي شكاوي جات. البرنامج مشى كويس، لقى لا قبول. مش هيك سؤالي، فهمتني غلط، لقى قبول. فهمتني غلط، مش بقول في شكاوى، عم بقول انه ممكن مسؤول مثلا عن مساله ما لاحظ برنامجكم وشعر انكم تطرقتوا لمساله مجتمعيه فمثلا اوصى بايجاد حل ما، يعني اقصد انه انتم ساعدتوا اذا بالتالي في تسليط الضوء على مشكله. هو ده هدف البرنامج طبعا، يعني انه احنا نسلط الضوء على المشكله ونحاول بقدر المستطاع انه نعرض بعض الحلول، بعض الحلول الممكنه، ونخلي المشاهد في النهايه هو اللي يحكم بطريقته الخاصه، يعني على حسب احنا طريقه عرضنا للمشكله المجتمعيه الحاصله. اتوقع انه المشاهد حيكون واقف معانا، يعني احنا بنعرضها بطريقه ساخره شويه كوميدية، في نفس اللحظه بتكون فيها اللمسه السودانيه. ايوه طيب، على العموم نحن بنتمنى لكم التوفيق. كان معنا من الخرطوم منتج برنامج في شنو سامي عبد الرحمن.